المشاهدين ديالنا الوالدة هي على بركة الله. سير هاتي مشى. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كيبقاي نتوما مزيانين؟ كيبقاي نتوما مزيانين؟ العواشر مبروكة تخليكم بيتاتي نيتو يا ربي. المهم هالنهار هذا عندنا حنايا العواشر هي 26، كنعملوا هاد الرغيفات كما شفتوا ضروري الا ما عملناها مشي ما يكون ناشي ولا حتى شي حاجه. المهم دابا جبرتوني طلقتن، ايوا قلت لعبدو راه نعمل معاه من بعد نشارك معاه المهيور ديالي. العجينه عندي فيها معروفه، عندي فيها الملح ايوا والماء، العجينه د الرغايف معروفه. المهم دخل الفرارج ديالنا وبقاو مع الفيديو، الله يتبعكم الخير والرباح امين يا رب العالمين. وعشركم مبروكه، تخلى لكم بالصحه والسلامه، تحيه الحبايب ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتنا الجزائريين حباب كاملين اللي كيتفرجونا. شكرا للتعاليق المزيونين في حقنا، الله يرحم الوالدين ديالكم. الله ما نحرموهم هذا العواشر. شو تبارك الله الفرج ديالنا عشرينا شريناه وصافي. ايوا صافي، دابا نخرج نديك الفريراج. حيتاش اخوتي دابا انا واخا نكون عيانه وهادي عندي ولادي، عندي ثلاثه وليداتي ايجيو في الحومه. حنايا دابا الحومه كلشي كيعملها الرغايف، كيكون الناس ما عندنا دابا راه الناس ما تبارك الله الناس بداو في الصحر، الناس ما دار الرغايف، وفي الليل كيعملوا ديك الدجاج، كاين اللي كيتعشى بهم كاين اللي كيسحر بهم. حنا دائما كنعملوها للفطور، حيتاش عبدو كيمشي هيسهر للسوق هيمشي يخدم. ايوا وخالتي ياكل معنا دنعاس ما بغيتش تعشى في الصحر، كنسحر شي حاجه خفيفه على داكشي. كنخد روح حنايا المغرب وكل واحد بالطريقه ديال في العيش ديالو. خليها من هنا وانا نخرج عند الريشه اللي كتبدك صايب. واخ الله يلا معنا نوريكم ما بدك اللي جبتو من السوق. حنا لقينا الدجاج، ولكن اخوتي الدجاج ابدا ديك ما كاينين شي ما كاين شي، لا تنغطي العدا بالزيت ندخلو. واخ عرفتي اللي بالزيت الزرا في الزيت هذيك الخروف. كيفاش اخوتي الشرق بزاف برا كنعمل هاد الرغايف برا. دابا قلت له جي حيت هذا راه دورا غنعملو غير هنا. ها بدك تياريا شوف تبارك الله الغلافة بتادي هذا 140 درهم، هذا 2800 ريال. بصح هي شو ديك الغلافة؟ خا يكون بنادم يتوحمي عليه، ها؟ خا يكون بنادم يتوحمي عليه ويجيبوا شي بعض الثمن هذا حلوة هي، ولكن نقول انا يعملوا القفاطة للعيال ويقولوا الحين زايد الموسم عندنا. كاينة ولا ما كاينة فين؟ كاينة ما كاينة مقصاصة. ياه. اه. واه. الحنة ما كاينش، ما نعرفش حنا نقش. تعلم. هانتو هانتو النقاش. ماشي الشارف هذا اللي عبدو؟ اه. ماشي الشارف. كبيرة كبيرة ما عرفتوش الشارف. ويلا دغيا باش نطيبوه يبس بس باش ما يدخل المغرب. تجي خالتي تقول فين هالفروش؟ الله إلا خوتي فلتنا هالفروش. هنا ربي مرمدة. ها تريجني. إيه؟ ها تريجني. إذا مالي أبني غادي يجي. شطرتو؟ الله. ضحكتني ضحكتني، وريت له شي ديك اللقطه اللي طاحت انا جيت نجي معاه انا جيت زبد نجي صوره جبرت غنتي هذيك الجريه ديال الجريه الفروج ما لحقتكمش. شنو لحقتني؟ عجبني الحق ولا واخا طايبين هاكي طايب. ها طايب والله كبيره مصالح كلشي شارك عبد الواحد. والعجين ما يطيبها سلامه. والعجين ما يكونش شارك، ما يكونش شارك ما يطيبش. البقر ديال البرازيل وطابو. يلعبوا اليوم مع المصارعه. باش تجرو انا ما نقدرش نجر، لا درا هاي تقولها فين احنا شحال هذه؟
الشفرة دابا الشفرة موجود. لا كاين الشفرة، أنا خلطت جبرت الوالد عنده شفرة كيدبح فيها. ما بين عين التقطيع. هذا ما بين عين التقطيع. صافي. طنجرة تبارك الله تنحل. اه. يلا قطع له البصلة نمشي نجيب له العطرية صافي. تختخي. تختخي ولا تخمخمي. تمشي ولا تخمي. اخ. بسم الله. يبا مرجع عندنا الوالدة. نهار كبير هدايا. شويه الخرطوم انت قلت لي وانا على قلبي مشروق مع مريم انا قولي جيب الجواب انا يا انا عيط من كرامه ما تخليش لي الرقال شنو هي الصوره تنقاد تنقاد هذا زلناه في انا نجيب لها وما ادراك ما ليله القهاده ليله القدر خير من الف شهر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أرض سلام هي حتى مطلع الفاز صدق الله العظيم صافي أنا قلت لكم في خسارة ربع دابا نمشي نجيب لك شوية صافي وراه سد بالربع جبرت شوية هذيك الدجاج ما يخليوش الحاجة ما يخليوش ربك مولاها شري لها من المكتب ربك مولاها بيها يا مسن شو الجاج اللي ما تاخذش عليك البيبه لا ولا الجاج كمين هذايا قلت لك غير غادي ياكل عندنا علي زينك مع الجاج هذا قاعد بالديما كنت واحد الفتره كنلقى هاك كنربي العود هربوا وخلصوا صاف هذايا يلا طيح ها ما يحاولش يدك واعر يا يلا غناك عليه فيلو الكميه هذا الماء خليه يطيب من هنا قال المغرب 20 دقيقة ربع جبت لي السندويش اه كنجبد مزيان بيفالي خليه يجيب بيه غنخليه بعدا يكون فيه اللي قامل ايوا عاد غنشعلو دابا نجيو نكون غايب قرب مريم نمشي نجيب واحد البوطا شنو يتفاهمو عليك هالشهر البوطا ماذا تفاهمو نباح وحدة ونهار وحدة هما تمنيتي انت ما قلت لها من مين انا صوتك فيها من مين معمرين وما نص من ها نص من مين فيكو طلع مال بطا علاش مشيت معاه تشراها لاخ الحليوي ها اخرج لي ديك الطابله الطابله اللي فيها راه نجي واخ بسم الله هز لها برافو انا من إجريس كيف تسخر عليك؟ وقعت وطمت هنا يلا نسيجي ونقل نقل بسم الله آه الله شوف كان المقدر ماشي كوانا راح بزاف لقيناها فوق جبنا البوطة عمرناها ايوا صافي عندنا وحنايا مسحت هذيك الترافيك والله بغيت نمشي للسوق يا كان على خاطر نمشي للسوق انا مسحت من فوق شكرا معنا القناة ونعمل اليوم الرهاية فر الغايف والجويجة ها هما من أقوى طبعا هم جيكوا في الجميلة شكرا ديك ديالو أنا أقول لكم وش عارفين شبازة تكانوا صغار انت برا رمضان نبيعها ونبيعها نخليها تحبوا تاني بصح اعزوا لي لا انت قبلت قلت انا اعزوا لي أبا ديك الدجاجة اللي عندي الفلوس خليها بحدة خليها بحدة؟ آه هذاك الفلوس ديالي هذاك طلع في الطندوس ديك الفلوس هذاك البندق البندق إن شاء الله بحول الله الله يرضى عليك أبا أبا هذيك دابا نقول عليها
السفارات، فين السفارة؟ والله ما عرفت. واحد دقيقة الحيرة. شوية. فين مزيان مزيان. هذاك بدك انا يجيني بدك. لا ماشي هذاك. راهو راهو هذاك الابيض. حنا في الجبل كاملة وحدة مروحدة. رغيفة. هاد جبت الزيت عندك السميد عندك كلشي. عندي كلشي. الفرن عاود خزانة انت على هذيك متابعين هانتوما ديك المرة كنتو سقسيتوني شفت الفرن اللي كتجي على هذا هذي كتجي على هذا النقلة بالتريب بالرغايف هو هذا الفرن بالحق البوطلة البوطلة ها هانتي مسي انا مسي بارك الله هاي يا طالبة ها بارك الله تغربتي انا نمشي مرايمة صافي نمشي صافي انتي نكمل يلا نمشي مهم المشاهدين ديالنا الوالدة هي تدلع لنا مرحبا بك الوالدة مرحبا بك على السلامة العواشر مبروكين بطويلة الماء والصحة والهنا والمشاهدين ديالنا الحبايب كاملين كيف انهما تلابسوا وتوحشناهم بزاف الله يدخل علينا هذا الحبيب بس الزكاة والبركة آمين يا رب العالمين الصحة والهنا هدايا؟ عزيزة قلت أسكب منها هتشوفوها؟ شوفوها توحشت عزيزة؟ صا؟ أرضى عليك أنت هنا مريم؟ هيني يا عزيزة هيني يا عزيزة فين هو هذا بزي؟ ها هو يلا بشي إذا قلت سريتش فاكون؟ مين أكد عارفة؟ ها؟ إذا كنت كرة في المغرب سلمى؟ ها شنو إذا وجدت؟ الحريرة هي موجودة إيوة الرغايف ها هم تريد ها هم شنو خصنا؟ خصنا بلاتي الحمد لله نشوفوا الفرش تاع بطل يلا سير على بركة الله نعم فسخو بسم الله الله يعطيك الصحة الحليلة عندها ها النهار قيت انا تينا غايف ونوجد لك الحريرة بحق 40 ما وجدنا الحريرة تعاونوا مع بعضياتنا انت شوية وانا شوية يلا دي هذا هاك اخ اخ بسم الله نخاف ديك السوبيرة طح لا ما تخافش عندها سلوكة من تحت أم سودية بسم الله بسم الله على بركة الله سير خالتي قالت لي الشرقي هالنهار ماشي والله إلا الشرقي ها الرغايف ها قي قي ماشي الرغايف والله إلا عيال قا بلاصتها هي هنا وأنا نخمم له والله إلا لقيناها معاها فوق الفرن ولا كان واخا الريح كيجي الريح كيجي وهي هاي تنحنية وعاودة هي أنا صاحي وصلت يا سلطة الطحين شو دير بابا زيد وعود هي خصطيها في الدار باش هي اللي شهم في الريحة بصح ها ومع الغياب والملائكة قليلة ليلة القدعه والريحة شي رقمنا تنتي واخ هيدا بنزل هيدا واخ احنا جبالي ها الغايف نزلها ما يتمشي باش نشبعوا الغايف الا باش يكون موسم بصح ها ماشي ديك شي مقطع سلمت العزيزة قلا سلم العزيزة جاهزه هو الله يرضى عليك انا راضيه انت هتلوش يعني انا راضيه على الحبيب انت هدايا اه حبت العزيزه خلاصه اه بص على راسها رزقي قرزقه رزقي الله يرضى عليك انت يا مريم مريم يا حبيبي ها توحشت عزيزاكم اه بزاف ولا شويه بزاف بابا تبينا تلتجوا شحال تلتجوا احسبوا ايوا مليون قالت تلت شهور وشحال يا دينا عاودنا عندك عند عم عبد الرحمن ما ولاش عندك جيتو عندي وريتكم وجيتو وجيتو ها غير ما تجيو بسم الله انا نعرفوا اللي الحمد تفرز على العظم شتو مغربا الادن ايه ايه جينا مع المغرب انا لقيتو انا لقيتو المشاهدين بالزبي ما قليت مع لا فريد لا حتى شي حاجه ها الزباب والمريقات صح واخا سعيد باش يجي المريقات بحال هكا كريس بحال هكا شفت سبحان ها الطبق الله يعطيك الصحة هذا الطبق الرئيسي المقبلة هما الحريرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عندي دليل هنا
زيد يلا زيد لي اه نجيب لك خالتي اتاي الحمد لله يرضى عليك كيفاش اتاي لازم يتوحشوا يا الله بسم الله محمد تطيح الكيس ركن ايوا صافي هذا هو الفيديو ديالنا المشاهدين ديالنا هذا هو الفيديو ديالنا نتمنى الله يعجبكم نكون خفيفين برافين على قلوبكم ونكون شاركنا معكم جبنا باش يحتفلوا الدجاج الرغايف وخلنا عليكم حتى شي حاجه وخالتي عاود غادي ان شاء الله غنمشيو للمقابر نلعبوا صدقه عاود نديو الرغايف والتريف نتلاقاو العبادين هذا كنعطيوهم اليتم والريحان والقريو هادشي اللي كاين ها حنا فطرنا نتوما باقي شي كيف جا خالتي الفطور هذا منزل مع عند الله الخير والخمير انا ندير زوقه ادعي مع المتابعين ديالنا ادعي قول لهم اي مسكانين السلام عليكم المشاهدين وهالليله مبروك علينا وعليكم ومرحبا بكم مرحبا بكم توحشناكم وتوحشناكم بزاف اي دخلوا يقولوا لي مساكين ادعي معي بالدريه صالحه الله تعالى وتبارك يفرحكم بالدريه صالحه ما عندوش ربي يفرحهم من الرحم ديالو وما عنده شيء ودنهم احسن ربي يفكوا ودنهم لا صحته ربي يطيها له والله يفيض علينا الرزق والله يرحمنا والله يرحمنا والله يرحمنا وحيا الملك والله يخلي علينا بركه وربي يشافيه وربي يطول في عمره امين والله يخلي بركه علينا انت هذا فطر زي بسم الله انا استعد اه بالغا حيت راه يجيش البر لا هنايا رجعت كنستعد ولا الى تلقات صرت تعدى هذيك الزعبوله هذي عبيها ترى ماشي عندها نفسيا معنويا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام يحتم طائفة باش تسمى ملك الأردن أنا شكرا تكون واقف الجندي تيوم من مشي قلكم الصورة دي 26 يبقى قبل التصوير معي توحشني توحشتك بزاف الصار هو الأخر يا سلامة هو الأخر هو النار في ديالو هو الأخر جا طويل الأخر ذي الحضانة كان توحشتها صحيح الجلجة ديالنا واخا ما تشوفوش شي نهار توحشتها تشوفي شي يا أول العمار العمار عندي بيخرجك ما بدوك هذا خاص ليلك هذا الله يطول خاص تبدو ليلك الله يرضى عليكم الله يلقيكم شي رزيق من عند الله وتحية العاصم خاي وتحية الحسين خاي اللي كيتفرجوا فينا تحياتنا لكم وتحية لحسن وتحية لزينب وتحية للناس بروح والأسرة العلوية كاملة والمشاهدين وسعيدة بنته وزكية بنته المساكنة تفرجوا فينا المشاهدين ديالنا وتحية للأحباب جميعا شايف المشاهدين ديالنا الحبايب الله تعالى يحضيهم وين يجيها امين يا ربي يدعي مع المشاهدين ديالنا اللي يخطع لينا مضعف امين امين الله يرضى عليكم والله ينجيك لي والله يحفظك لي شكون بدي معك دابا دي معي زيد وخالتي شنو شنو هي ما ستيتو بلوك عاودت تشامر زيد انا ستيتو بلوك اه معاودة تشامر عندي خلي مغدا نقول نمشي لقطه في ان شاء الله ربي غادي يدير لكم ان شاء الله شي لقطه منوروها مريحه فيسبوك في سلمى عبدو ومن نمشيو بالتريد للمقابر ونقروا على الحبايب ديالنا نبدا نمشي القطه تما ان شاء الله بحبيبي الا كان ونلعبوا ممكن صدقه نمشيو ادخل في المقبره عمو عمو شنو خلي شنو اسمه خا عم سعيد عم سعيد وهي مسكينه كل شيء محروق الله سعيد أيوة والله يرحم جميع أموات المسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات